السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير الديزاد. اليوم الحصة تاعنا يعني بعد الأحداث، يعني الأحداث من الموسم الماضي والواح بها حتى اليوم، يعني وشاهدنا عدة أحداث يعني صارت وعدة تصريحات يعني ما بين يعني المسؤولين واللاعبين، يعني كيفاش كانت كل يعني كل واحد يريد الفوز يعني لناديه يعني والافتخار امام انصاره، يعني شاهدنا كيفاش يعني كل واحد وين يبحث على التتويج، يعني التتويج بالكاس الغاليه، يعني بالنسبه نقولوا بلي كاس الغاليه خاطر عليه ما تلعبش، ما غاديش تلعب باطل، الشهره تديها امام جماهير امام ماشي باطل، كاس نعتبروها بانها يعني كاس غاليه، يعني امام جماهيرك، امام يعني في بلاد اللي تكون تمثل فيها، في البلدان اللي تكونوا يمثلوا فيها، يعني وين يصبحوا ابطال. وشاهدناهم كيفاش عده يعني لاعبين يعني وعده مسؤولين وين اصبحوا ابطال ويتغنوا بهم الجماهير، يعني والاعتراف اللي يدوه من عند المسؤولين تاع البلدان تاعهم، حتى في لاعبين ولا مسؤولين يعني وين غادي نكشف عن ابرز الاحداث يعني اللي صرات فيها هذه الايام هذه، وان ابرز خمس مرشحين للفوز بجائزه الكره الذهبيه هذا العام. يعني وكشفت تقارير اعلاميه عن قائمه ابرز خمس مرشحين للفوز بجائزه الكره الذهبيه هذا العام، والتي يحمل لقبها النجم الاسطوره ليو ميسي، يعني وسط غياب اسماء يعني لافتة يتقدمها البرازيلي فينيسيوس يعني والمهاجم ريال مدريد، وحسب يعني ما وقف ان الارجنتيني ميسي صاحب الرقم القياسي بثمن تتويجات سينال يعني سيتنازل عن جائزته الذي توج بها في النسخة الأخيرة بعد انتقاله إلى الدور الأمريكي، مما يجعله خارج السباق عبر يعني توديع المنافسة الأوروبية. ومن منتظر أن تشكل منافسة الدور أبطال أوروبا إلى جانب بطولة أمم أوروبا اليورو وكوبا أمريكا عوامل رئيسية في تحديد اللاعب الفائز بالكرة الذهبية عبر نسختها القادمة، والتي تمنحها مجلة فرانس فوتبول الشهيرة كل عام الأفضل لاعب لأفضل لاعب في العالم. وفي تقرير يعني وين غادي نتكلموا على خمس لاعبين مرشحين لنيل الجائزة. أولا هولندا، وبعد خروج مانشستر سيتي من الدور أبطال أوروبا إذ خسارته أمام ريال مدريد في الربع النهائي، تراجعت فرص النرويجي هولندا في الفوز بالكرة الذهبية، خاصة أن منتخب بلاده النرويج يبدو بعيد عن كل البعد عن إحراز اللقب اليورو، ورغم تصدره قائمة الهدافين الدور الإنجليزي بالتساوي مع اللاعب خط الوسط تشيلسي يعني من برصيد 20 هدف، إلى أن تراجع مستوى هولندا وعدم ظهوره في المباريات الكبيرة وضعه في المركز الخامس ضمن قائمة المرشحين للفوز بالكرة الذهبية، هو في يعني في المركز الخامس. نبداو بدينا بالمركز الخامس ونجم هودين بها فوندان. وفي المركز الرابع جاء فوندان نجم مانشستر سيتي الشاب، والذي ينظر إليه كوجه للفريق خلال المستقبل في ظل ما يقدمه من أداء مذهل هذا الموسم. تمكن فوندان من تعويض غياب دوبرين خلال إجراء يعني مباريات حاسمة هذا من الموسم، كما سجل 14 هدف مع تقديم 7 تمريرات حاسمة، وساعدت فريقه على الحصول يعني على الحضور في منطقة المتقدمة بالدور الإنجليزي الممتاز، وجعله مرشح الأبرز للاحتفاظ باللقب البريمير ليج من جديد. المركز الثالث وهو مبابي. يعني اما المركز الثالث يعني فشهد حضور مبابي مهاجم باريس سان جيرمان، والذي لعب دور حاسم في تاهل فريقه الى النصف النهائي دور ابطال اوروبا بتسجيله هدفين في شباك برشلونه خلال اياب الربع النهائي في المواجهه التي انتهت لصالح باريس سان جيرمان باربع اهداف لهدف. ويوصف مبابي بأنه الوريث المنتظر للنجمين ميسي وكريستيانو في
يعني في قمة كرة القدم، ومن المنتظر أن يعزز انتقاله المتوقع إلى ريال مدريد هذه التكهنات. لكن هذا الموسم سيكون يعني المرشح الثالث للكرة الذهبية وليس المرشح الأول، إلا لو تمكن من قيادة المنتخب بلاده نحو اللقب المثير يعني في اليورو المنتظر. هاري كين المركز الثاني، من حل هاري كين مهاجم بايرن ميونخ والذي يقدم مستويات فردية يعني مذهلة مع العملاق البافاري، مكنته من خوض 41 مباراة عبر مختلف المسابقات، أحرز خلالها 40 هدف مع تقديم 13 تمريرة حاسمة. يعني حاجة كبيرة للاعبين، لاعبين كبار هذو. أرقام هاري كين ستصطدم بخسارة بايرن ميونخ لقب الدوري الألماني والذي سيطر عليه طوال 11 موسم سابق يعني سابق لصالح بايرن ليفركوزن. لكن المهاجم الإنجليزي قد يحصد الكرة الذهبية خلال قيادة العملاق البافاري للفوز باللقب الدوري أبطال أوروبا هذا الموسم وقيادة المنتخب الإنجليزي نحو اللقب اليورو، لكنه الآن يحل في المركز الثاني ضمن المرشحين للجائزة. وين جورد يتصدر قائمة المرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية. حاجة كبيرة هذا انجليز، هذا حياة كبيرة اخويا، لعاب كبير والله، لا لعاب كبير هذا اخويا. وين يتصدر اللعاب قائمة المرشحين للفوز بجائزة هذا الموسم بفعل أدائه المذهل في أول أعوامه مع ريال مدريد، حيث يعني خاض 35 مواجهة عبر مختلف المسابقات، أحرز خلالها 20 هدف مع تقديم 12 تمريرة حاسمة عبر 35 مباراة بر. يعني في كل مواجهة كل يعني محليا و يعني في الشامبيونز ليغ. وستكون الكرة الذهبية من نصيب هذا اللعاب في حال تمكن اللعاب الشاب من قيادة ريال مدريد نحو اللقب الدور أبطال أوروبا هذا الموسم، والخامس عشر في تاريخ النادي الملكي، فيما ستعزز حظوظه في ظل تصدر الإنجليز قائمة المرشحين للفوز باليورو. يعني انت من ديار تقلوا الآخر كسموه ربحوا هما شو بيش علي او دي ربحتها او الريال ربحت او قال لك البارسا بركة بنت بالاب وما دي او دي ربحتها ما كاش من هكا. ما كاش منها ريال ربحها وصايك، ريال ضربك راه صايك دا شامبيون. انا نقول لك دا شامبيون في طوي يلعب امام ريال سوسيداد، يلعب بمريح يعني عنده 4 أيام يلقى أخرى، يلقى بايرن ميونخ بالتالي كاع صحيح سيمو داها الريال، ريال تحصل على البطولة صحيح. ها داها بصحته وبا يبقى معاكم ولا صحيح، خليكم العام لي فات صايك، خليكم خطرة درتو خطرة ماشي سهل اخويا. صغير بروسي خاش بس يهلف وغبنوهم على باب دو ماتش يعني تلقاو أهداف في العاقة. ريال بارسا راهي تعاني، ميعانو البارسا ميعانو.
ما تنساوش عطونا جيم كومونتير وبارطاجونا لي فيديو تاعنا، وان شاء الله دائما معكم بالجديد. ويمشي ابوني معنا، وربي يحفظكم ويحفظنا معكم. صحيتو خاوتي.